السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامجكم برنامج الشباب والانترنت جينيراسيون نيوز، مواضيع ثقافيه شبابيه اجتماعيه فنيه وحتى اقتصاديه من خلال رؤى مختلفه وفقرات شبابيه ومتنوعه. كما كتعرفوا الشباب اليوم هما صناع القرار ديال غدا، هادشي علاش كنعطيوهم الكلمه اليوم قبل من غدا. فإلا بغيتوا تكتشفوا المواضيع اللي معنا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد. اليوم كالعاده جينيراسيون نيوز نناقشوا جوج مواضيع. الموضوع 2.0 مع خالد وفقره قولوا بوز في اخر الحلقه يكون هو لي ويب اميسيون، هذه البرامج الرقميه الشبابيه اللي كتبت على شبكه اليوتيوب. اما الموضوع الرئيسي اللي جينا على قباله اللي نناقشوه اليوم هو المطالب الانتظارات والاحتجاجات ديال الطلبه، المسؤوليه ديال الطلبه والمسؤوليه ديال الاساتذه، العلاقه والتفاهم والتعامل بين الاساتذه والطلبه، المسؤوليه ديالهم ديال الطرفين. واكيد نهضروا واش ممكن الحديث اليوم على ربيع طلابي او لا، هادشي كامل مع ضيوف الحلقه، التجارب ديالهم والاراء ديالهم، مع اول ضيفه اللي على يميني واللي هي لبنى. مرحبا بك. مرحبا بي. مرحبا بي عندكم. مرحبا. لبنى كروم كونسلتانت. شو انتربرونور مي شو اجوردي اليوم بلا كاليتي ديالي دكتورانت، دونك ما بين انسينيومون ما بين اتيديونت. ملتي كاسكيت. ملتي كاسكيت. مرحبا بك لبنى. لبنى كاينه شيماء، شكون هي شيماء؟ شيماء النعيج، طالبة بالسنة الثانية بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، 20 سنة من سلا، مدونة إلكترونية وناشطة جمعوية. وكتقراي في طنجة. وكنقرا في طنجة. مرحبا بك شيماء. قبلت شيماء كاين ياسين، من يكون ياسين؟ ياسين مماد ابن مدينة دمنات، 24 سنة وطالب حاليا بالسنة الثانية بالمعهد الملكي لتكوين أوتور شباب، شعبة التنشيط السوسيو ثقافي. مرحبا بك السي ياسين. حدا السي ياسين كاين السي عبد اللطيف كيداي. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافه. عبد اللطيف كيداي، استاذ علم اجتماع كليه علوم التربيه بالرباط. مرحبا بك. وانت مختص في علم النفس التربوي؟ علم اجتماع التربوي وفي شعبه علم النفس التربوي. مرحبا بك، تعطينا وتفيدنا بالتجربه ديالك اكيد وسط هذا النقاش والمحاور ديالو. غادي نبداو مع اول فقره واللي هي كود كور ويب. شنو عجبنا هذه السيمانه في الانترنت؟ عجبنا واحد التطبيق وواحد الصفحه فيسبوكيه وهي كذلك موقع الكتروني سميتها كيزاكو. كيزاكو هو تطبيق مغربي اللي كيعاون بزاف ديال الطلبه الجامعيين والطلبه ديال التعليم العالي ومستعملي الانترنت في كل ما هو التكوين الذاتي في بزاف ديال المواد، ومن بين هذه المواد المواد العلميه، باش نتعرفوا اكثر ونتقربوا من هذا التطبيق ديال كيزاكو. تفرجوا في هاد لا فيديو. هذا الياس غادي يدوز الباك ديالو علوم في الاخير ديال هاد العام، كيحلم انه يجيبو بمونسيون باش يكمل قرايتو ويولي بيلوت. المشكل انه ما عندوش بزاف مع الفيزيك ويقد ما يجيبش النتيجه اللي باغي. هادي كنزة هي كتقرا في لافاك وبغات تكمل باش تجيب ماستر في ليكونومي، ولاني كتعاني من الصداع والزحام اللي كاينين في لي زونفي واللي ما كيخليوهاش تركز مزيان وتعقل على كلشي. بالنسبه لهاد جوج ديال الطلاب المغاربه، القراية ما سهلاش والوقت كيطير، ولكن اليوم هاي اللي عاونهم كيزاكو. كيزاكو موقع مغربي وكامل بالمجان، يحتوي على مجموعة من الدروس فيديو في مواد ومواضيع كثيرة اللي كتساعد في المسار الدراسي والتكوين الذاتي. كيزاكو هي شبكة كتجمع ما بين مغاربة من ميادين ومستويات مختلفة باش يمكن لهم يتعلموا بكل حرية ويشاركوا المعرفة ديالهم. بفضل كيزاكو كنزة غادي يمكن لها تفوق في الماستر ديالها في لافاك، وإلياس غادي يقدي إن شاء الله يجيب الباك ديالو بمونسيون. مع كيزاكو تعلموا بطريقة أخرى. إذا كيزاكو عندهم فيديوهات بالعربية وحتى بالفرنسية في العديد من المجالات ومن المواد، وهذا كيزاكو ربحت ستارت أب دو لاني في المسابقة ديال ماروك ويب أورس 2014. شنو الرأي ديالك فيها في هذه المبادرة لبنى؟ مبادرة اللي خصنا نشجعوها، وكنتمنى باش يكونوا مبادرات أخرين إن شاء الله. بالنسبة للسي عبد اللطيف؟ طبعا هذا ما كيحتاجه الطالب اليوم، سواء كان في الجامعة أو كان في التعليم الثانوي، ضروري مثل هذه المبادرات وبغيناها تكون كثيرة. بالنسبة لياسين شي تعليق؟ بالنسبة لي هذه مبادرة يعني مزيانة في ظل الانفتاح ديال الشباب حاليا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، على الانترنت، على يعني كل ما هو متعلق بالحاسوب، فهذه يعني واحد المبادرة اللي مزيانة. لكن كنشوف بأنه ديما كيبقى الكتاب واحد الدور مهم، يعني بأنه أن الشباب يعني ما يستعنش فقط بالانترنت وبهذا الشيء اللي كيدير في الانترنت، مع اننا كنتمنوا هاد المبادرات هادو، الا ان الكتاب ضروري اننا نرجعوا. يعني بالنسبه لك خصو يكون غير تكميلي وصافي. تماما. نفس الراي بالنسبه لك شيماء؟ نقدر نقول تكميلي ومهم، مهم لحقاش مهم، تكميلي اساسي، تكميلي اساسي حيت كيزيد شي حوايج اللي
هما ضروريين، ما نقدروا ما نسمعوهمش مثلا في القسم في لونفي، نقدروا ما نسمعوهمش. يعني بالنسبه لنا ملي غادي يكون واحد الاستفهام ما عارفينش بالضبط دو كوا يساجي، غادي نمشيو نقلبوا ونكملوا تكميل اساسي لذوك المعلومات اللي حنا خديناهم، خدينا غير شويه منهم في القسم او في لونفي. اذا تبقى لا باز هي اللي كانت المدرسه وفي المدرسه بطبيعه الحال. كان هذا بالنسبه للكود كور. اما الكود كور ويب واحد الظاهره اكيد سمعتوها، هي هاشتاغ تشرميل. بزاف ديال الشباب المغاربه وخاصه في مدينه الدار البيضاء اللي كيتباهى وكاين استعراض العضلات على الانترنت كما كتشوفوا في الصوره، والصوره حتى هي بدون تعليق، كيشدوا اسلحه وكيشدوا قراعي ديال الكول، كيشدوا البياس كما كنقولوا، فوالا كيبقاو يتباهاو، انا عندي احسن منك، انا عندي اكثر منك الى اخره. هذه الظاهره كانت من شحال هذه، غير دابا كاين فيسبوك هو اللي زاد فيها نوعا ما. والمهم في الامر هو انا خصنا نتاكدوا من المعلومه قبل ما ننشروها، تكون صوره حقيقيه او تكون فيديو حقيقيه عاد نبداو نشهروا بها ونشروها، والا كيبقى هادشي كامل اشاعات. وكننشروا بلاص ما نشروا شي حاجه مفيده كننشروا الرعب في المواطنين. شنو الراي ديالكم في هاد الظاهره؟ شرميل كنت عارف تشرب ولاد الحوت والدجاج ديال السوفه ما نعرف. ولينا كنشوفوا هذا الشيء في الاسابيع اللي فاتت ديال السيوف وهاد التصاور هادو اللي شي حاجه اللي كاينه ديما. انا في نظري ما خص بون من قبل لا ديفيزيون ديال هاد التصاور هادو خصنا نعرفوا ديجا علاش هاد الشباب هادو وصلوا لهاد النيفو هذا، وعلاش ولاو كيتباهاو باش يتصوروا بالسلاح الابيض وبلا الكول وبالقراعي هذا، وليو باش يتباهاو بشي حاجه اخرى. دونك خصنا نشوفوا خصنا نديروا ان ترافاي دو فون. تبعتي هاد الصور شيماء؟ شفتهم، وانا بصفه عامه غادي نقول على ان هذاك كيجسد ليا شنو كاين في المجتمع، كيف ما كان صحيح ولا غلط هذاك هي الحقيقه ديال المجتمع. خاصنا ما نشوفوهاش غير شوفه خارجيه، خاصنا نتعمقوا فيها شنو وراء الصوره، شنو كاين، علاش هما كيف ما قالت الاخت لبنى، علاش هاد التصاور كاينين، علاش بعدا خرجوا الموقع الفيسبوكي، علاش مابقاوش يخافوا باش يديروا هذيك التصاور وكيتباهوا بها؟ لا ما كيخافوا لانه كيضرقوا وجههم وعينيهم. لا ما كاين اللي ما كيضرقش وجهه، صافي ديك الشيء في يخ خاصو باش كيتباهاو. دونك علاش بالنسبه لي خاصو يبان؟ استاذ شنو رايك في هذا؟ انا اعتقد بانه يمكن انه دابا ولا عندنا المجرم اصبح الى حد ما انه نموذج يقتدى به وسط الشباب، وهذه خطيره جدا. إلا كنا هذه الظواهر كانت من قبل كانت كاشتي، بمعنى ما يمكنش شي واحد يشوفها، كان الإنسان اللي دار شي في فعل جرمي ولا دار شي مشكلة ما يمكنش يبغي يعرفوا الناس. إذا هذه الحالة ديال أننا نوريو أنفسنا بالسيوفة وبالطريقة اللي كنعرضوا بها أنفسنا، بمعنى أنه ربما كاين خلل في منظومة القيم. بالنسبه لك ياسين؟ بالنسبه لي انا انه هذه الظاهره هذه كان ضروري انها خاصها تبان، لان هي ديجا كاينه في المجتمع، يعني كنشوفوها يوميا، غير انه يعني الاعلام دابا هو اللي يعني اللي سوق لها اكثر، سواء فيسبوك الانترنت يوتيوب هو اللي سوق لها اكثر، وطبيعي ان تبان، يعني في ظل ان يعني السياسات ديال يعني ان الشباب ما بقاوش كيمشيو يعني المؤسسات ديال الدوله كدار الشباب ك يعني جمعيات، انهم يعني مادام ان هاد ما نفتحوش على هاد المؤسسات اوتوماتيكمون راه خاصهم غيتجهوا لهاد المجال هذا، وبالتالي راه ضروري تبان هاد الامور. كاين بزاف ديال الاسباب، منها اسباب اجتماعيه، والشباب خصو يمشي يقرا، يمشي يستافد، يمشي للمدرسه، يتعلم من خلال العائله ديالو الى اخره، يمشي غير فيسبوك ما فيهش غير حاجات ايجابيه، فيه بزاف ديال السلبيات ومن هذه القضيه. انا اللي كنقول بانه ما يمكنناش نعرفوا حاليا الاسباب ديالها، لان هي يمكن يلاه ظهرات يعني يلاه طلعت للسطح دابا، ولكن انه خاصنا دراسات مع هاد الناس هادو باش اننا نقدروا نعرفوا. الحلقه هذه هو واحد من الاسباب هذا الشيء اللي كنشوفوا اليوم. انت دزتي الصراع بين الاساتذه والطلبه اوتوماتيكمون. واخا غادي نبداو فيه من دابا شويه، غير ما نتيقوش كاع الصور اللي كنشوفوها، حيت كنعرفوا لو كولت دو ليماج ولا القوه ديال الصوره عامه كتكون كما كنقولوا المظاهر خداعه. دابا نهضروا على الطلبه ونهضروا على الاساتذه من خلال الموضوع ديال اليوم، هو الصراعات اللي كاينه وعدم التفاهم بعد احيانا بين الطلبه والاساتذه. وغادي نسولكم قبل ما نبداو في لو زابينغ، شنو هاد كيمثل لك هذا الصراع بين الطلبه والاساتذه في كلمه، وفقط في كلمه لبنى؟ القيم. شيماء؟ استقواء. استثناء. كنرجع ناكد على ازمه قيم.
اذا نهضروا على هادشي كامل شفناه في كلمه واحده دابا غادي نتفرجوا فيه في زابينغ. قالت لنا بان هادشي بغات فيغ ما بين الوزاره والاستيلات تشوفوا دابا شكون يقوي. حنا مالنا من هادشي كلشي. التعامل ديال بعض الاساتذه كنركز على كلمه بعض و السيناتور ديال لا ليست ديال المطالب ديالنا. كاليت الفغنو دمرجير. كاين واحد السرعه سميتو ديال الوزاره الممثلين في النقابات ما بغاوش يعطونا النقاط ديالنا ما كاين حتى مشكله ما بغاوش يعطينا ديرش الكونسي دو كلاس ما كاين حتى مشكله انه وصلوا لحد انهم ما بغاوش يصحوا لنا الاوراق ديالنا. ان الطالب هو النقطه المهمه في العمل بتاعنا. الاستاذ ما بيقفش في المحاضره يدي المحاضره عشان يسمع اللي هو بيقوله اللي بيقول هناك عشان يفيد الطالب ولذلك الطلبه بيلاقوا فايده جامده جدا من التعليم. اللي يتحمل المسؤوليه هو الوزاره والاساتذه الاجريجي اللي بروف اجريجي. داك الانسان كيدافع على شي حق اللي كيامن به فعلا وعنده الحق فيه لذلك حنا كنتمناو يكون التجاوب لان حنا بغينا ندخلوا القراءه وبغينا ترجع للمدرسه المسار العادي ديالها. يمكن لكم حتى نتوما اكيد تتابعوا وتواصلوا معنا تواصلوا النقاش ديالنا عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي فيسبوك الصفحه ديالنا هي جينيراسيون نيوز والموقع ديالنا على تويتر استعملوا هاشتاغ جينيراسيون نيوز باش تصيفطوا لنا وتعبروا بالاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم والملاحظات ديالكم فيما يخص الموضوع ديال اليوم الصراعات والعلاقه بين الاساتذه والطلبه في التعليم العالي. بالنسبه لك لبنى شنو هي الصوره ولا الكلمه اللي طارت الانتباه ديالك؟ الصورة هي ديال الطلبة ديال لانسجي طونجي والإضراب على الطعام. دونك ما كاينش حاجة اللي توصل شي طالب باش يضرب على الطعام إلا الكرامة ديالو وكيحس بالظلم والظلم والظلم. دونك أنا من هنا عاود كنعاود نجدد التضامن ديالي مع الطلبة ديال لانسجي لأنني جيت من ديك ليكول عارفة مناش دازو عارفة عندهم الحق وكنظن بان فاش يكون واحد يحس بالظلم راه ما تيهمو لا ديبلوم لا قرايه لا والو راه كرامه الانسان كتجي قبل كل شيء. غادي نرجعوا على هذه النقطه شنو وصلهم الاضراب عن الطعام وسط الحوار ديالنا شيماء شنو لاحظتي معنا في هذا الزابينغ؟ حاجه طبيعيه ان الطلاب يتظاهروا من اجل الكرامه ديالهم هذه حاجه مسلمه. المشكل كان وكان مش حال هذه الحاجه اللي هي تغييرات وهو هذا الربيع الطلابي كما كنقولوا صافي وصلت لدرجة كبيره اللي خلاتهم كان شي حدث اللي خلى الكاس يفيض. هذاك الحدث هو اللي رجع كاملين يطالبوا بالحق ديالهم اللي هو حق وخاص كلشي يسمع ان هذاك راه حق وتكتبوا مطالب وخاصهم يتسمعوا المطالب لحقاش ما غاديش يجيو هكاك وغادي يكتبوا مطالب المطالب خاصها تسمع كيف ما كانت خاصها تسمع وخاص يتم يعني المناقشه ديالها. يعني اليوم الطلبه كيهضروا على الحقوق ديالهم ولكن حتى لدابا عاد الحقوق ديالهم يهضروا عليها تماما. علاش اللي خلاهم حتى لدابا عاد باش علاش يزعموا حيت ممكن تماداو بعض الاساتذه في التصرفات ديالهم. واخا بالنسبه لياسين شنو لاحظتي معنا في هذا الفيديو؟ اللي لاحظت هو ان يعني ما عرفتش انا بالضبط يعني المطالب ديال هاد الناس هادو ديال الطلبه ديال المستجي لكن اللي غادي نقول هو انه ما ضاع حق وراءه طالب. بالنسبه لك سي عبد اللطيف؟ انا الا رجعت ربما شنو عن مال التاريخ هذه مش مساله جديده تماما لانه ما عمرنا سمعنا يعني في تاريخ المغرب المعاصر بان هناك صراع بين الاساتذه والطلبه، يعني تاريخنا ما كانش في هذه الاشياء، كان تكامل بين الطالب والاستاذ، كان احترام بين الطالب والاستاذ، وكان ايضا كان هناك يعني اعتقد قيم اخرى. اليوم تغيرت اشياء كثيره، يجب علينا ربما جميعا نحاول نفهموها، نحاول نستوعبوها، نحاول نقراوها من جديد، ربما جيل جديد اعتقد بانه بقيم جديده. بالنسبه لك لبنى شنو عامه كيخلي الطلبه والاساتذه يدخلوا في كونفلي صراع الى اخره؟ علاش غيدخلوا في صراع؟ اول حاجه خصنا نحدوا الدور ديال الاستاذ وخصنا نحدوا الدور ديال الطالب. الاستاذ هنا باش يلقن باش يوجد لنا دي جينيراسيون فيتور الناس اللي غادي يخدموا هذه البلاد هادو اللي غادي يخدموها وغيحقوا ديك وغيحقوا يواكبوا الديفلوبمون والتنميه اللي نورمالمون المغرب كيطمح لها. دونك دور الاستاذ هو باش يعلم باش يعتبر داك الانسان ولا داك الطالب خاه ولدو يشوف فيه بانه لا غوليف ديالو شي واحد اللي غادي يتبعو. الا كنتي غادي تحك على داك الانسان تظلمو
ظلموا في التعامل وتعاملوا بواحد الطريقه اللي كتجرح الكرامه ديالو. ديك الانسان هنا كاين في المدرسه اولا كاين في داك القسم باش يتلقن باش يتعلم، ماشي باش تعايرو، ماشي باش تدلو، ماشي باش تحطم منه، ماشي باش تهبط من القيمه ديالو. في الاول قلت لي كلمه، قلت لك القيم. دي ماما ما كاينينش القيم لا من جهه الطلبه ولا من جهه ديال ولا من جهه ديال الاساتذه. اذا ماشي لا فوت جايه غير من الاستاذ. لا 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 باش ما نكونوش، لا باش ما نظلمو حتى واحد، كاينين الطلبه وكاينين الاساتذه. كاين الاستاذ اللي تيظلم وكاين الطلبه اللي تا هما تيكونوا كيتمادوا او لا ما تيحترموش او لا الى اخره. دونك ما خصناش، انا ماشي حيت غنجي من جهه الطلبه غنقول لك كلشي خايب وكلشي زوين. يفو با جينيراليزي. استاذ عبد اللطيف، شنو الاسباب اللي كيخليو عدم التفاهم احيانا بين الطلبه والاساتذه؟ وهي الاسباب كثيره. الا جينا نوقفوا على سبب واحد ما ربما يكفيش، ولكن انا بشكل عام غادي نحاول ان نجملها في مجموعه ديال الملاحظات انطلاقا من تجربتي المتواضعه في مجال التعليم الجامعي، يعني تقريبا من كليات مختلفه ومسارات مختلفه. صحيح انه احنا عندنا ربما في كليتنا ما نهضروش على مثال تختلف، لاننا احنا كليه علوم تربيه ربما اشياء تختلف، ما عندناش هاد الصراعات، ما كنعرفوهاش، ما كنشوفوهاش، وكنا نادره الحدود. ولكن في كليات اخرى اللي لمسناه هو انه هناك جيل جديد من الاساتذه ايضا. حتى الجيل الجديد من الاساتذه بلا قيم. انا ماشي هنا باش ندافع على الاستاذ، باش نكونوا واضحين. كاين واحد الجيل الان انا لا يشرفني الانتماء اليهم من الاساتذه، رغم انهم مجايلي بمعنى عشت معهم او قريت معهم او درست معهم، لان الطريقه باش كيشتغلوا هي طريقه ربما فانا اعتقد بان هذا كينطبق كيف ما كينطبق على الاساتذه كينطبق على الطلبه ايضا. الاجيال الناشئه اليوم سواء في التعليم الجامعي كاساتذه او الاجيال اللي جايه من سميتو، اعتقد بان عندها كتعيش ازمه قيم حقيقيه داخل المجتمع، بان ما عرفاش دورها سواء كاستاذ او كطالب. شنو دور طالب؟ يعني هو البحث، هو العلم، هو الاشتغال، هو فعلا كيفاش كنا كنفهموا احنا الطالب. اعتقد بانني ملي كنشوف طلبه اليوم وهذه مساله كنشوف بانهم مختلفين علينا احنا كنا فاش كنا كنشتغلوا تماما، كيف ما كنشوف الاساتذه اليوم مختلفين على الاساتذه اللي درسونا. يعني كاين اختلاف كبير، كاين هوه كبيره جدا، ما لدرجه انه يمكن انه كاين بعض الاساتذه للاسف الشديد هو انه يعني جا للجامعه باش ياخذ تيتر ديال الاستاذ فقط، يعني بدون مواصفات الاستاذ. انا كنعتبر بان الاستاذ مربي، وهذاك الطالب خصني نوصله انا، بمعنى انه ما كنعتبرش الاستاذ فقط كيعطي الدرس وكيعطي الماده بقدر ما هو مربي، يعني كيساهم في التنشئه الاجتماعيه. انه بمثابه الاب، بمثابه الاخ الكبير، بمثابه الموجه، بمثابه يعني هو اللي كيعطي الطالب النفس استمرار، هو اللي كيعطيه الامل، كيعاقبوا لقتضى الضروره ذلك. ماشي طلبتنا نقولوا كلهم مزيانين، عاقبوا، ولكن ايضا الطالب يفهم بانه خطا وعنده، يعني اعتقد بانه اليوم الجامعه كتحتاج لا شخط، كتحتاج واحد الميثاق ديال الاخلاقي بين طلبة اللي غادي يمكن اثر هذه المشاكل اللي موقع. الا ما كانش الجامعات اليوم فكروا في ميثاق اخلاقي ديال الجامعات المغربيه اللي يمكن ان تاثر هذه العلاقه بين الطالب والاستاذ، غادي نشهدوا ظواهر ربما اسوء في العلاقه، لان من قبل ما كان عمره كان مشكل بين الطالب والاستاذ، كان بين طالب والاداره، بين طالب وربما الدوله كجهاز، ولكن اليوم اصبح المشكل تحول. يعني اعتقد بان هذا خلل ما كانش مفروض انه يطار نهائيا. ولكن علاش كتقول استاذ مثلا كاين هذه ظاهره جديده او جيل جديد من الاساتذه؟ واش الاشكاليه ديال السن ولا ديال التجربه ولا ديال القيم؟ لا ماشي السن، لا تماما. انا كنقول بانه انا عبرت عليه فيما سبق في واحد المره في فيسبوك، كنقول اودي هذا الجيل من سماته قليل من المعرفه كثير من الحقد. يعني ما يستحقوش يكونوا يعني أساسي للاسف انه يعني باغي نوصلوا بسرعه بدون ما انه للعلم قيم، باش تفهموا على هذه المساله، سواء للطالب او للاستاذ. هذا لما كانش هذا العلم هذا حام، يعني الشخص اللي يجي في مكان سواء في الجامعه كان طالب او استاذ عنده قيم، ماشي مكانه تما. ما يمكنش نقولوا لا طالب ولا استاذ، ما يصلحش شيء يقري وما يصلحش هو يقرا في ديك المؤسسه، لانه لما كانش حامل ديك القيم بالعلم. هذا هو الاساس، خصو يبدل الحرفه، خصو يمشي شي حاجه اخرى. تماما. ياسين عندك شي اضافه؟ بالنسبه لي انا غنتناول يعني الموضوع ك يعني من منظور الطالب الباحث، يعني الاستاذ يمكن تفضل بمجموعه ديال الاشياء. انا كطالب اول حاجه بدا يعني خصنا نعرفوا عن اي طالب وعن اي استاذ نتكلم،
واش الطالب مثلا اللي جاي من دمناته ولا من ازله ولا من الاعماق دير ورزازات باش انه يقرا في الرباط او لا في طنجه وما عندوش الحي ويمكن تكون عنده لا بورصه يمكن ما تكونش عنده، هو الطالب اللي كيقرا في واحد ليكول وعنده يعني كيخلص 2 ملايين او 3 ملايين في الشهر باش انه ويمكن كيفيق الصباح كيلقى ترونسبور وكيلقى فطور واجد كلشي واجد، واش هذا الطالب اللي كنهضروا عليه او لا هذا؟ وكنقول بان هذه العلاقه هذه يعني ديال الطالب والاستاذ ما خرجاش على السياق السوسيو اقتصادي ديالهم بجوج، بحيث انه يعني دوك الحمولات يعني الاجتماعيه ديال كل واحد فيهم يعني كتبان سميتو في هذه العلاقه هذه داخل الحرم الجامعي او داخل المؤسسه ديال التعليم العالي. وكما قلت نرجع للكلمه اللي قلت في الاول وهي الاستثناء، فيعني حاله او الصراع بين الاستاذ والطالب ما هي بالنسبه لي انا ما هي الا استثناء، والاصل في يعني في هذه العلاقه هذه هو يعني الموده والاحترام يعني وطلب العلم. ولكن انت مثلا ياسين حتى خوك ولا اختك ما يمكنش تكون الموده ودائما والاخاء والمحبه، ما يمكنش يكون الصراع ديما تخاص معهم واحد النهار تمام، وما يمكنش يكون عاوتاني الصراع ديما ويكون اكيد العنف ديما. داكشي علاش قلتي استثناء؟ تماما داكشي علاش قلت استثناء، يعني ان الحاله ديال الصراع هي فقط استثناء داخل واحد المنظومه يعني اللي متسمه يعني بهذا الحب هذا، ماشي للحب يعني سميتو، انما نقدر نقول يعني ان العلاقه ديال متعلم ومعلم ولا استاذ وطالب يعني كتسم بواحد المتلقي، يعني هو كيعطيني وانا كناخذ من عنده، الا بقات العلاقه فهذا سميتو كان ما غيكون لا صراع لا والو. بالنسبة لك شيماء، واش كتظني أن الطلبة خصهم يكونوا دائما ملزومين يسمعوا ويتقبلوا أي حاجة جاية من الأستاذ ديالهم؟ أولا وقبل كل شيء الأستاذ عنده بلاصة ديالو اللي هي مهمة، كيكون جيل كيمرر معلومات كيمرر مجموعة ديال الأشياء اللي هي غادي تبني هذا المجتمع، هذه من المسلمات. غير هو المشكل فين كيكون؟ المشكل ملي كيكون على ان هذا الاستاذ كيمرر دوك المعلومات في واحد الطبق اللي فيه معتقدات شخصيه اقتناعات ذاتيه، وكيولي المشكل على ان داك الطبق فيه الاغلبيه ديال الاشياء اللي مكونه لهذا الطبق فيه المعتقدات الشخصيه وداك الشيء كامل اللي عنده علاقه به فقط، وكيكونوا غير مقتطفات من الدرس. هنا فين كيدخل الصراع ديالو مع التلميذ فقط في ما هو شخصي، واش متفق معايا في هذا الشيء ديالي ولا لا، الا ما كنتيش من هنا من هذه النقطه كيبداو الحساسيات مع التلميذ، من هنا كيبداو ملي مثلا ما كيكونش متفق معاه كيولي كيميزو هو وشخص اخر، كيولي من هنا بدايه الصراع ما بينه وما بين الاخر. الاستاذ راه على راسنا وعلى عينينا، حيت هو راه كيمرر لنا طاقه، الدور ديالو راه مهم، الدور ديالو ماشي هو يفشل الانسان ويقول ليه لا راه ما انت راه ما عندكش الحق تقول لهذا الشيء ولا انا اللي دائما على صواب ولا لا، حتى الطالب عنده الحق باش يقول هاد الشيء راه ماشي مزيان ولا هاد الشيء راه مزيان، وخصيصا فيما عندما يتعلق الامر في شي حاجه شخصيه كتعلق بالاستاذ، كتعلق بدوك المعتقدات ديالو انتماءات، هاد المشاكل كيكونوا خاصه المهم نقولوا خاصه في الانتماءات السياسيه، المعتقدات الدينيه، طريقه اللباس، النسب، والشكون وشكون، دائما هاد المسائل كتلعب واحد الدور مهم في توليد حساسيات ما بين الطلبه والاساتذه. استاذ عبد اللطيف، واش كتفهم الهضره ديال شيماء؟ انا تماما، انا غير اللي بغيت نشيلو باقتطاب شديد هو انه اعتقد بان الاستاذ مفروض انه ما يمرش قيمه. يعني العلاقه التي تربط الاستاذ بالطالب هي علاقه علم ومعرفه، بوان. ما عندناش فين نزيدوا شي حاجه اخرى، بمعنى انه لا كانت قيم خاصه بالاستاذ خصو يمرها الطالب يعني خاصه بمعتقداته السياسيه، هذا خطا. حنا في الجامعه اعتقد في جامعه محمد الخامس السويسي وضعنا واحد الميثاق اخلاقي، لان اول يمكن جامعه في المغرب وضعت هذا الميثاق الاخلاقي، نصينا على اربعه المبادئ الاساسيه، ما يمكنش انه يعني فيها احترام الطالب، هذه داخله في المسؤوليه الاستاذ، فيها المساواه بين الطلبه، هذه اشياء اعتقد بانها اساسيه اللي خصنا نركزوا عليها اليوم بالنسبه للتعامل مع الطلبه ديالنا. ايضا انا كنعتقد بانه بالاضافه لهذا الجانب هذا، انا كنتمنى، انا كنت استاذ سنوات يعني وانا مازال كنمارس المهنه، وكنتمنى مشي طالب يقول لي غلطتي، انا كنقولها لهم، كنقول لهم سيدي خطأتي في المعلم،
جيبوا لي غير شي نهار بحثوا وقول لي كنخطا احيانا كنكتشف خطاي ولكن لا يكتشفوه الطلبه. بمعنى اننا احنا ما كنبحثوش الطلبه اليوم، وهذا كنلوم الطلبه اليوم بانهم ما كيبحثوش في العلم والمعرفه. يعني العلم والمعرفه خلينا ابار وكنهضروا في مسائل اللي هي بعيده. هذا هو اللي هذا المسار الانحراف حقيقه على واحد المسار اللي خصو يكون. خصنا نمشيو نبحثوا وناقشوا الاستاذ في العلم. يمكن حيت الاغلبيه ديال الاساتذه ما كيتقبلوش بان الطالب يقول له ديرك غلط. نعم يجي يقول له ديرك غلط يا استاذ بطريقه مؤدبه. مي بيان سور الطريقه اختيار الطريقه المناسبه لان داك كبر منك سنا واستاذ ديالك خصك تجي وتقول له استاذ اسمح لي راه يمكن كانت واحد المساله هنا راه حنا بحثنا وصبنا هكا. ما كنوجدوش للاسف انا كنقولها في الماستر ولا حتى في الاجازه في المرحله اللي كنت كندرس في الاجازه ما كنصيبوش طلبه اللي غيجي يقول لك استاذ راك خطاتي هاد المسألة ما درتيهاش كوم الفوق أو على الأقل بطريقة يعني هذا يدل على أنك تشجع الطلبة أنهم إلا مشات الأستاذ ديالهم غلط يقولوا لي أستاذ باستمرار كنقولها والطلبة كيعرفون هذه المسألة داخل الكلية كلها بمعنى يمشي بحيث يمكن أن العلم والمعرفة ما مرتبطش بالأستاذ. راه بحر واسع وحنا كنكتشفوا يوميا وأنا كنقولها اليوميا للطلبة بأننا حنا أميين مقارنة مع توصل إليه الآخرون. حنا ملي كنشوفوا الأبحاث في المواصلات في الدول في أمريكا ولا في كندا حنا لا شيء ومازال كنتعلموا وكنتعلموا باستمرار. يعني هذا واحد البحر واسع كيمكن الطالب انه تكون عنده معلومات حديثه وطريه لا بحث. هنا لا اجتهاد الطالب، الا كان طالب علم حقيقي كيمكن يجيب معلومات ما وصلش لها الاستاذ، لان الان الفرص اللي متاحه قدام الطالب في الانترنت وفي كذا كثيره. تفضلي يعني باش 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 نضيف اصلا الاستاذ ما كيخليش لك فرصه باش تبحث في العلم اصلا ما نقولش القيمه ديال داك الشيء اللي كيلقنوا للتلاميذ، وانما الاغلبيه ديال الهضره ديالو الاغلبيه ديال الوقت المخصص باش يلقن العلم كما هو مفروض ما بقاش هذاك هو الشغل ديالو. شنو كيدير؟ لا دابا حيت ولات المناقشات كتخرج عن نطاق الدرس، وهنا فين كيتبناو الحساسيات. اصلا التلميذ ما بقاش غادي يلقى فرصه باش غادي يهضر على راسو زعما باش غادي يفكر في العلم وفي داك الشيء اللي غادي يلقنوا ليه، فهمتي؟ هنا انا اصلا كنهضر على حالات خاصه حالات انا كنقول حالات مرضيه واستثنائيه. لا حالات مرضيه هذا ماشي بلاصتو هو القسم ماشي الفصل وماشي التلاميذ، هذا ما خصناش تعطى له. حنا خصنا نديروا، انا معاك اتفق معاك بانه الاساتذه اللي ما صالحينش خصنا ندوزوا لهم اختبار نفسي واش مأهلين انهم يدرسوا ولا ما يدرسوش. اختبار نفسي اختبار نفسي خاص فعلا نديروا تيست بسيكوتكنيك ولا نديروا اشياء معينه باش نعرفوا بان عندهم صراحه. كاين حالات مرضى اسمح لي دابا باش نكونوا واضحين، اليوم داخل الجامعه واللي كيلوتوا صوره الاستاذ. لا الاستاذ ديجا اللي استاذ كي غدير ديجا تدير له واحد الاختبار بانه يصلح ولا ما يصلحش. نهار المباراه لا ما كاينش المباراه بسيكوتكنيك نهار غيدخل لك المباراه ما تيبانوش العام الثاني ما تيبانوش العام الثالث ما تيبانوش العام الرابع. داكشي خاص يتجدد تيزيدوا او فيغ يا ميزور تيزيدوا من بعد تيطغاو. دابا انا نقطه مهمه اللي باغا ندوي عليها هو فين تيوقف السلطه ديال الاستاذ. الاستاذ اللي كدوي معاه تيقول لك انا هنايا اللي كنقرر، سير عند من ما بغيتي تمشي انا هنا اللي كنقرر. واش انا هو القانون كيوصل واحد تيقول لك انا هنا الملك في هذه الليكول هذه. كاين الاساتذه اللي تيقولوها تيصحاب راسو ماشي عاوتاني هو تيقولها تيعتبر راسو بانه هو الوحيد مول القرار. ما كاين لا رئيس جامعه لا وزير لا والو، هو اللي يمكن يسقطك هو اللي يمكن ينجحك هو اللي يخرج عليك لان المستقبل ديالك في يدك الاستاذ. دونك انا هادو كي غادي تقرر بانه غير واش كيتم سي عبد اللطيف احتكار المعلومه ولا المعرفه. انا شخصيا نعتبر بان الطالب عنده سلطه معرفيه. الاستاذ عفوا اسمحوا لي، الاستاذ عنده سلطه معرفيه وهو في السلطه المعرفيه ديالو عنده حق تقويم الطالب كما يرى مناسب ان هذا الحق معطي له، هذه سلطته. غير هو استعمال هذه السلطه في غير محلها هذا مشكل. لما غيقول لك الاستاذ بان غيستعمل هذه السلطه اللي هي سلطه معرفيه وعلميه اساسا غيستعملها تصفيه حساب مع الطالب او غادي يستعملها لاشياء اخرى، هنا كاين خلل. كاين خلل على مستوى القيم، على مستوى منظومه القيم، لانه في العالم كله ماشي عندنا احنا في المغرب باش نكونوا واضحين. الاستاذ لا في كندا ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في الدول المتقدمه بصفه عامه عنده هذه السلطه هذه، ولكن كيعرف يستعملها كيعرف يستعملها ميثاق شرف. نعم ميثاق شرف وضمير مهني بحق الاستاذ اللي ما عندوش ضمير مهني كي غادي يتعامل معاه. لا 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 عند كل شيء خصو يكون ضمير مهني. كنهضروا ماشي غير الاستاذ بمعنى ضمير مهني خصو يكون عند الجميع. هذه الحالات اللي ما عندهاش ضمير مهني كاين مجالس ادبيه للاساتذه. واش ما سمعتوش بان اساتذه في مجالس ادبيه؟ استاذ جامعي لا كاين مجلس ادبي خصو نثبت عليه الفعل وندوزو. عطيني احصائيات، عطيني استاذ فلان فلاني. حنا كنسمعوا حالات تحرش طالبات وكنسمعوا بحالات شطط استغلال الشطط. شحال من استاذ
داز مجلس الديبيله كاينين حالات دازت وكانوا ديغراداسيون وكان طرد من الوظيفه العموميه وكانت الحالات غير باش نكون واضحين. ولكن امتاش راه كاين عاوتاني واحد الحاله ديال كتكون ما كتكونش حالات وكتكون واحد المجموعه ديال الاشاعات كتطلق عليه كما كتطلق على فلان او فلان راه غادي يكون كتصيبه في نهايه المطاف اشاعه. انا ماشي هنا باش ندافع الاستاذ، انا ملي غيجيب لي واحد ميلف ديال الاستاذ يقول لي الأستاذ. لا لا غير بلاتي، غير باش يجيب لي ميلف يقول لي هذا الاستاذ راه دار ودار ودار ودار، انا اول واحد غندفع به المجلس الكليه واول واحد غندفع به رساله مجلس انا شفت حالات أنا شفت حالات من المدرسه اللي كنت فيها. انا كنشوف دابا انا كنهضر من الواقع المدرسات اللي كنت فيها سيكو فاش كيمشي فاش كتمشي الطالبه او الطالب باسكو ما كاينش غير التحرش الجنسي كاين التحرش النفساني كاين الاستاذ اللي تيقول لك سير انت جالس غتخباج ولا جالس انت انا غنسقطك والله لا نجحتي باسكو انا بغيت هذا ما عنده حتى دليل ولا حتى اثبات باش يثبت مادي ما كاينش والاساسيه نورمالمون اللي تيكونوا لو كور بروفيسور اللي خصهم يحاربوا هذه الظاهره هذه تيكونوا مضامنين بيناتهم. ما كاينش الاثبات انت كتقولي ما كاينش اثبات كيفاش انا بغيتيني كيفاش غادي نثبت نو مي كيفاش غنثبت انا خصني نعرف التسجيلات كاين بزاف الاساليب كاين اللي كتثبت بداك الشيء شوف الله يخليك التكنولوجيا الان كاين الكاميرات شوف كاين كاميرات اللي غير صغيورين كيداروا بحال ستيلو كاين كاميرات كتشرى غير بورت كلي هاد الحوجات كدار وكتثبت للاستاذ وتثبت عليه بانه دار فعل معين وديك الساعه كتجيب داك الشيء مسجل ومتفق وانا داك الطالب اسمح الطالب لي يعني اللي ما لقى حتى باش يمكن ياكل اولا باش يشري التستيلو انه غيمشي يشري كاميرا يدي معاه كاميرا خفيه انا غادي نقراها معايا كاميرا خفيه نسجل البروف شنو يقول لي المشكل هنا كاين المشكل عند عدم اثبات الوقع اللي وقع باش تثبت شنو كيفاش كيفاش حنا غنطلبوا التحقيق عاوتاني لا تفضل تفضل يمكن انه مشينا يعني في نظر ديالنا الموضوع مشينا في العموميات يمكن انا يعني باش اننا نقيسوا جوهر ديال الموضوع انني يعني بحكم انني دوزت جوج تجارب في التعليم العالي اللي هما مختلفين في الجامعه يعني في لافاك وحاليا يعني بالمعهد يمكن كنشوف بان من الاسباب الاساسيه يعني ديال يعني ديال هذا الصراع هذا هو عدم التواصل في لافاك انا اللي كنت كنهضر كنت غنهضر في لافاك لان الاستاذ اللي عنده 500 او 300 او 400 واحد في لونفي راه كيجي كيلقي الدرس ديالو بعيدا يعني عن على التنشئه الاجتماعيه ديالو الطلبه على كيفاش عايشين على كيفاش دايرين على كيفاش كيفكروا يعني كيلقي الدرس ديالو وكيمشي فوالا يعني شنو الاستاذ خصو يكون صديق ديال التلميذ ما يمكنش في الحاله ديال الجامعه ما يمكنش يكون هكا اللي غادي يقول لك قبل ما نكمل هو انه مثلا يعني في المعهد اللي انا فيه دابا حنا عددنا ما كيتجاوزش ال 20 يعني انه كتجلس الاستاذ عارفك يعني نهار على نهار كيعرفك هو سميتو وفي هذه الحاله هذه كتكون واحد العلاقه ديال الصداقه يمكن هو كبير وانت مازال يعني جون وكذا ولكن يعني كتقرب منه بالنسبه معينه وفي هذا التقرب هذاك يمكن يتفهمك يمكن ديك الساعه انك تقول لي استاذ راك غلط في هذه الحاجه ويتقبلها منك ولكن واحد الاستاذ اللي ما عرفكش كيفاش الا سمحتي لبنى قبل ما نعطيك تعقيب عندنا واحد تدخل عبر الهاتف معنا مكالمه هاتفيه من عند ادم بوهدمه اللي معنا مقاول مختص في المجال التربوي وهو المؤسس ديال الموقع قرايتي.com مرحبا بك ادم شكرا اسامه مرحبا بك واش سمعتي شنو قالت دابا وشنو الراي ديالك فيه وي حاولت نتبع شويه النقاش اللي داير في هذا البرنامج اللي مهم بزاف لانه هذا النقاش على الوضع ديال الطلبه في المغرب ما عمر طرقنا ليه بطريقه خاصه وكنظن انه كاين بزاف الحوايج اللي خصهم يتقالوا فيه. اوكي فيما يخص انت الراي ديالك الشخصي في النقطه ديال الحقوق والواجبات ديال كل من الاستاذ والطالب شنو كتقول؟ انا بالنسبه للقضيه ديال لو ان سي جي د طنجه اللي هي اللي بينت هذا المشكل هذا وهي بالنسبه لي هي غير بارتي ايمغري ديال الاخبار غير واحد الجزء صغير من المشكل الكبير وهذا الشيء كاين ماشي غير في لو ان سي جي د طنجه كاين كاع المدارس العليا في المغرب كاين واحد المشكل اللي خص الناس يفهموه وخص الناس المسيرين ديال القطاع الجامعي والاساتذه في المغرب خصهم يفهموه وان الطلبه ماشي قاصرين الطلبه هما ناس راشدين جاو يقراو في واحد الوضع جاو باش يكونوا راسهم جاو باش يكونوا نفوسهم وما جاوش باش يتدابزوا مع الاساتذه جاو باش يقراو هذه هي اول حاجه خصهم يفهموها الناس ثاني حاجه هو ان الطلبه حتى هما براسهم خصهم ما يتسناوش حتى يكونوا المشاكل باش ينوضوا خصهم يدافعوا على الحقوق ديالهم يوميا ما يتسناوش حتى يكون مشكل كبير عاد نوقفوا الدراسه اكسترا الحاجه اللي بغيت نهضر عليها هو انه خصنا نفكروا في حلول اللي كتعالج ماشي كتعالج المشكل مثلا اللي كاين في منسجم طنجه دابا ولا كاين
في دوتر ايكول تنفكروا في حلول اللي عندها علاقه بالقانون التنظيمي ديال 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 التعليم العالي في المغرب. التعليم العالي في المغرب كيحتكروه الاساتذه، هذه ما نقدروش نذكروها، كيحتكروه الاساتذه لانهم هما اللي كيتمثلوا في المجالات ديال المؤسسات، هما اللي ممثلين في مجالات الجامعات، في مجالات الجامعات كيكون ثلاثه ديال الممثلين ديال الطلبه، الوغ كو الاساتذه كيكونوا هما اللي عندهم السلطه في هذه المجالات. علاش ما نعطيوش الحق للطلبه انهم يكون عندهم الصوت ديالهم في هذه المجالس اللي هي اللي كتنظم التسيير ديال الجامعات ديال المعاهد اللي عندنا في المغرب؟ وخصنا نفكروا كذلك اننا ندخلوا حتى الخريجين الجامعات معنا. جوبونس كاين في البلاطو اليوم كاين خريجين ديال 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 الـ UNCG وديال الجامعات المغربيه اللي حتى هما يقدروا يكون عندهم الصوت ديالهم في المجالس الجامعات باش يوصلوا الميساج ديال الطلبه، وهما اللي عندهم واحد الفكره على انه كيفاش كان القرايه كتكون، كيفاش الظروف ديال 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 العمل اكسترا. بالنسبه لك ادم بوهدمه، واش هذه الموجه ديال الاحتجاجات هي موجه عابره ولا ولا موجه ديال الدوام ديال هذه الاحتجاجات غتبقى مازال؟ لا انا كنظن هذه زعما سي توندونس دو فون. الطلبه في المغرب ما بقاوش قابلين الحكره، لانه دازوا بزاف د الحوايج في المغرب اللي ما بقاوش كيخليو الناس يبقاو ساكتين. الطلبه بغاو ما بغاوش شي حاجه صعيبه، بغاو شي بغاو الحوايج ساهلين، بغاو لي زيبروف يتصحوا بطريقه عادله. الاساتذه مجموعه كبيره الاساتذه ما كيكونش عندهم الوقت باش يصحوا لي زيبروف. الا ما عندهمش الوقت يقولوها، يقولوا راه ما غنصحوش وما يظلموش الناس. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه كاين بزاف الاساتذه اللي كيتعاملوا بمزاجيه، هضر الاستاذ قبل على الحياه المرضيه. الحياه المرضيه اللي هضر عليها الاستاذ كيفاش غنديروا باش نحل باش 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 نعالجوها؟ الا كاينه خص الاساتذه والنقابات ديالهم فاش كيكون شي مشكل ماشي اول رد فعل يكون عندهم هو انهم يتضامنوا مع الاستاذ، يحاولوا يفكروا اشنو هو المشكل الحقيقي، ماشي غير يديروا لا رياكسيون ديال نضامنوا باش ما يكونش باش الاستاذ ما يتضرش ولا شي حاجه. هذه راه سي ان كومبورتمون ديال المافيا. دونك خصنا نناقشوا هذه المسائل بجديه لانها هي اللي كتقرر المصير ديال الاصلاح ديال التعليم في المغرب. شكرا لك ادم بوهنما، سمعنا الراي ديالك، انت مقاول في مجال التربيه وكذلك المؤسس ديال موقع قرايتي، كنتي معنا مباشره عبر الهاتف، شكرا لك ادم. تعليق واقع على سي عبد اللطيف. انا غير باش نوضح واحد المساله، اولا مجالس الجامعات ومجالس الكليات ما يمكنش اننا نفتحوها في وجه العموم، لان هذه كتسير الناس اللي خدامين تما اللي هما الاساتذه والطلبه، وبالتالي كتمس الشؤون البيداغوجيه، وكيكون فئات الاساتذه وفئات ديال الطلبه كيتمثلوا فيها الناس ديال ليسونس، الناس ديال الماستر، الناس الدكتوراه. التمثيليه ديال الطلبه كاينه، ولكن للاسف انا كنقول دائما في مجالس ما عمرني لقيت انه الطلبه كيحضروا في المجالس اللي حنا فيها، وهذا اشكال مطروح. علاش ما كيحضروش؟ اللي ما فاهمينش باهميه هذه المواقع. ثانيا المساله الثانيه، انا اعتقد بان ملي كنقولوا هذه الحالات المرضيه، الحالات المرضيه ماشي مكانها هي الجامعه، باش نكون واضح. حالة مرضية خصها دار كونساي ديسيبلين، قرار ديال المجلس التأديبي، ومجلس التأديبي غيطرد هاد الناس هادو، ما صالحينش. وخصنا تكون عندنا الجرأة ما دافع جملة في النقابة ولا في غيرها. الحالات اللي هي معروفة الآن ومتبات بأنها كذا، الحالة الثانية باش الاختلالات اللي كاينة باش نعالجوها كيف ما دايرة الجامعات كلها في العالم، هو الميثاق الأخلاقي ديال المؤسسة. لو انسجيك كان ميثاق أخلاقي ما يوقعش هذا المشكل. لو كان ميثاق أخلاقي عند مؤسسة عند جامعة، الآن الجامعات كيف ما درنا احنا، واعتقد حنا ميثاق اخلاقي درنا في جامعه محمد الخامس السويسي وعارضوه بعض الاساتذه. يعني انهم ماشي في مصلحتهم هذا الميثاق الاخلاقي، لان في واحد في لجنات الاخلاقيات اللي كترفع الطالب كيرفع تقرير للجنات الاخلاقيات، لجنات الاخلاقيات كدرسوا وكتمشي تشوف الامور مع المعني بالامر الى غير ذلك. هذه كل اشياء اعتقد بانها لو انها دارت هذه ليزانستونس، يعني هذه الهيئات هذه داخل الجامعات والكليات، غادي يكون تحصين هذه المشاكل هذه. احنا كاين عندنا واحد النظام ديال تقريبا كاين بعض المشاكل ما كيحلهاش القانون، وما كاينش قانون اللي غيحلها، لان قانون منظم التعليم واحد التعليم العالي هو 0100، واللي منظم الهيئه ديال الاساتذه الباحثين، ومنظم العلاقه بين الطالب والاساتذه، ما فيش يعني مسائل واضحه ديال المصادر التاديبيه الى غير ذلك. ولكن بالنسبه للاشياء اللي ما كيذكرهاش القانون خصها ميثاق كيتوافقوا عليه الجميع وكيتبقوا. هل باش نصحوا المفاهيم او بعض التفاصيل بالنسبه لبعض الاساتذه اللي يكونوا ربما مرض نفسيين، بعض المرات مرض نفسيين بسبب التعليم وبسبب بعض الطلبه؟
الله يكون الفلعون. يعني احنا ما غاديش ندخلوا هذا لان المعاناه ديال الاستاذ سيفري كاينه ما كان، ولكن انا بالنسبه لي الانسان اللي مريض وعنده شي حاجه ما يثبت بانه مرض غادي يدفع، لان يعني الوظيفه العموميه راه معروفه الاجراءات ديالها، ولكن ما يبقاش يعني انه في يمارس المهنه ديالو وفي واحد الحاله اللي هي غير سليمه. حنا كنعرفوا بان واحد العدد الاساتذه اللي نظرا للمعاناه اللي كيعانيوها خاصه المرتبطه بالسالير لانه الان الاستاذ الجامعي الان كنقولوا واحد الوقيته بانه عنده سالير ديالو مرتفع، الان من اللي ارتفعت لسالير كلهم اجور ديال الموظفين كاملين ولا الاستاذ الجامعي من اقل الرواتب، وهذا اشكال حقيقي كيخلي ان هذا كيدير اعمال اخرى ومهام اخرى على حاسب على حساب المهمه الاصليه المسنده اليه في الجامعه، وهذا اساس خلل اساس الاشكاليات، لان ما عندوش الوقت فين يصحح، ما عندوش الوقت فين يدير الحجات، لانه يلا كيقلب يكمل الشهر ديالو، وهذا مشكل حقيقي للاسف ان الدوله خصها تفكر فيه باش تخلي الاستاذ الجامعي يعيش واحد الوضعيه اللي هي مريحه. كيمشي يخدم في البريفي ولا كيدير يخدم بريفي كيخدم في الكونسلت كيدير السوايع. ما عنده لاش يضيع ولاد الناس باش نكونوا متفاهمين، كتطويلي على ميثاق شرف. الاستاذ سي ان اكزومبل باش يقري ولاد الناس. انا ما قادش على هذا، ما عجبنيش السالير ما ندخلش اصلا، ولا ندير كيف ما قلتي كاينه لا بروسيدور معروفه نمشي، ماشي معناته انا نجلس في ديك ليكول وناخذ لو سالير ديالها. كل ما السالير كلشي غيمشي من الوظائف ديالو. لا لا لا، وندير اهم حيت الاستاذ غيجي استاذ اخر، ماشي هذا هو الحل. ندير انا الراجل سالير، ندير الواجب. دابا حنا هذاك ماشي موضوع ديالنا حنا، المشاكل الاستاذ الجامعي ما تروحوش نقولوا لا، هذاك ما تيبررش الظلم ديالو والتعامل ديالو مع الطلبه. لا استاذه لبنى الطرح راه مغلوط، لا ما عجبتك الصالير سير بحالك، لا هذا ديال الباترونه. اما حنا كنهضروا على المنطق، بمعنى خصنا نزيدوا الصالير الاساتذه الجامعيه. اوكي انا ما وخصنا نخدموا في ظروف مريحه وخصنا ندافعوا على هذا الشيء. معاك راه حنا كن معاك. نعم بالحق هذا الشيء لا يبرر الموضوع اللي يبررش. الا كانت الظروف غير ملائمه ما يكونش واحد النوع ما من انتقام. كان مريح غادي يكون من غير انتقام. كاينين لي كونفليت يكونوا ما بين الاساتذه تيبردوهم بالنقط ديال الطلبه، باش نكونوا واضحين. كاينين في لوكا ديال لو ان سي جي، غنرجعوا لوكا ديال لو ان سي جي، علاش داروا داك الشيء؟ حيت ربعه داروا ايكول بريفي وربعه اخرى داروا ايكول بريفي وربعه داروا ايكول بريفي سون بارلي ديال لي فورماسيون اللي تيديروا بايونت في هذا، كيعطيوهم الوقت وكيعطيوهم كل شيء، وديك الطلبه تيخليهم يتلوحوا، وفي التالي تيعطيو واحد التنقيط عشوائي على حسب المزاجيه ديالهم، وتيخلي ولاد الناس يضيعوا. لكن هذا الشيء مثبت راه خاص لكن هذا الشيء مثبت خاص المؤسسه تسد. انا بالنسبه لي ولا واضح، لكن هذا الشيء مثبت فعلا هذه المؤسسه لا تصلح لسميتو. باش قلتي اربعه اسمح لي كلمه شويه. لا جبرتي مع احترامي، راه كيبقى استاذ زعما راه قراك انت باش خديتي الدبلوم وراك خدامه دابا، ماشي عافاك استاذ اربعه داروا شركه. باش نقول لك انا ما خدامهش بلو ديبلوم ديالهم، باش نقول لك انا دسم لا فاك غادي نرجع غنبغي نعقب حقا على الانترفونسيون ديالو اللي قال بانه كاين الجامعه شي مشكل. كاين الجامعه قال لك وكاين هذا على حسب ليفيكتيف. انا دست من الجامعه من لا فاك ودست من ليكول ايكول سوبيريور دونسينيومون اكسيتيرا. في الجامعه قلنا بان حتى الدور ديال الطالب كاين، حتى المسؤوليه ديال الطالب كاينه، دونك ديك الطالب اللي كيشوف لونفي خصو هو اللي يمشي يقلب على الاستاذ. في هذه الحاله هذه الا كانت هي بنت غادي تسمى بانك تحرج على الاستاذ خارج الحرم الجامعي. هذا بالبنات لا لا تماما، بانه الا كانت الا مشات بنت وخرجت كتقلب على استاذ على برا، فين هي العلاقه؟ العلاقه راه كتكون داخل لو اطار. تسمح لي قبيله يا سيدي، كنتي كتقول ما كرهناش تكون صداقه بين الاستاذ والطالب داخل الحرم الجامعي. داخل الحرم الجامعي قلت لك داخل الحرم الجامعي. لا انا تنقول لك هادشي تقلب عليه، كاين لو بيغو كتبعو مور الكور كتسولو، كاين لي زيميل، كاين لي مويان. واش هاد الاستاذ هذا غيبقى يعني في علاقه مع 400 طالب في كلاس وكانوا كيفاش ولا عنده تخوات ديال الكلاس مع 1200 طالب مثلا؟ انا كنت كنديرها في لافاك، وانا كنت كنديرها في لافاك، وكانوا زعما اللي كيديروها في لافاك وكانوا اساتذه. ما غنرجعش نجينيراليزي. اللي كنقول لك انا هو انه راه استاذ، واش مثلا 20 او 40 او 300 طالب اللي عند واحد الاستاذ، راه يمكن يعقل عليهم بالاسماء ديالهم، ويمكن في يعني خلال الدروس انه كيعرف كيفاش كيفكروا كيفاش كيتفاهموا كيفاش كيتفهموا الامور. اما الا عندك 400 هنا و400 هنا و400 هنا وانت كتقرا في واحد الايكول اخرى ما عرفت فين، شحال عندك؟ غتكون عندك واحد، اذا كانت عندك غير لا سميتو اكثر من 500، راه كتولي الامور شويه قاس حالي باش انه يستوعبها هو عقليا. كيفاش غيبقى عاقل عليك انت كشخص الا جيتي غير قلتي له على الحاله ديالك انت مثلا عندك مثلا صفر ولا عندك خمسه ولا كذا وجيتي هضرتي على الحاله ديالك، خاصك تفكري 3 فوا ولا 4 فوا باش انه يلاه يقدر يتعامل معك.
فهمتي يعني الاختلاف اللي بيتنا هو انه ديال الافكتيف ديال الافكتيف هو انه الا كان العدد قليل يمكن الاستاذ يميتريزي وكيمكن لنا ان العلاقات تبنى بواحد الطريقه يعني متميزه. السيستم ديال لافاك معروف والسيستم ديال ليكول معروف يفو فيغ افيك وقلنا قبيله اون فابا جينيراليزي كاين مزيان وكاين خايب باش من باش نرجع باش نرجع نعقب على الكلام ديال الدكتور اللي قال انه خاص الاثبات يعني خاصنا الاثبات مثلا فاش قالت لي الاستاذه لبنى بانه راه يعني الاستاذ ما كيحطوش النقاط ولا كذا وكيقول لك جيب لي اثبات واش الاثبات انه كتلقى في لافاك كتلقى 400 طالب مثلا و200 صفر متابعه كتلقى صفر 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 وكتلقى بيناتهم واحد خمسه ولا سته و77 كشيفه باش انك يلاه تلقى واحد عنده 11 وكذا واش هذا كيبقى ماشي اثبات؟ فين هما الناس اللي يقولوا واش واش هاد الطلبه واش هاد 300 طالب كامله مكلخه واش هاد 300 طالب كامله ما عندهاش ما قاريش باش انها تجيب صفر؟ اذا كاين مشكل هنايا فين غادي هنا فين خاصنا نهضروا واش هادوك اللي كيديروا لنا الاستثناء اللي هما ممتازين هما فقط اللي يستحقوا انهم يدوزوا واش ماشي الاخرين عندهم حتى هما واحد الحق حتى هما خاص يكون وعي حقوقي خاص يكون وعي حقوقي الدراري اللي عندهم صفر كاملين خاصهم يطالبوا حنا ماشي مكلخين حنا عندنا ظروف خاصها تتخذ بعين الاعتبار باش 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 ندوزوا في واحد الظروف معينه الامتحان وتخاد بعين الاعتبار مجموعه ديال الاشياء بلا ما نعقبوا عليها خاصنا نفكروا مزيان علاش خداو هذاك الصفر علاش خداو الصفر الصفر ما خاصوش يتحسب بصفه نهائيه الصفر صفر خاصنا نشوفوش العدد ديال الناس اللي خداو الصفر من بعد ما غادي نديروا هذه الملاحظه راه غادي تبين لينا على ان كل شيء داك الامتحان حتى لو كان شي امتحان خاصو يتعاود خاص اهم الامتحان شنو هو اهم امتحان هو خاصنا نخرجوا بنتيجه خرجوا بنتيجه يعني الانسان الطالب خاصو يقرا خاصو يقرا خاصو يوعي راسو في داك الشيء اللي غيتمتحن فيه الا كان جاب صفر راه ما خاصناش ندوزوها هكاك ولا كانت الاغلبيه جايبه صفر راه ما خاصهاش تدوز هكاك خاصنا نعاودوا ممكن سيماء نهضروا على استغلال نفوذ وبعض المرات التعسف ولا هذا الشيء كيبقى مبالغ فيه وكتبقى اتهامات فقط لا اغلب الاحيان كاين تعسف كاين شطط في استعمال السلطه ديالهم كاين استقواء كما قلت الطالب دائما كيكون في واحد حاله ضعف بين قوسين حاله ضعف قدام الاستاذ ديالو لحقاش كلمه جوج نقطه كاينه او سويع ديال الغياب او مهم الاستاذ كيكون متفق مع الاداره واداره والاستاذ كيكونوا غالبا فاهمين الطالب كيبقى في واحد الحاله ديال الضعف دائما هاد الحاله ديال الاستقواء كتجلى بزاف ديال الاحيان المهم ناخذ مثلا مثال ديال طالب عبر على رايه في شي حاجه اللي قالها الاستاذ ما عجبتش الاستاذ هنا يقول ليه واخا ما عجبتكش غادي يتصرف وغادي يهينو ديك الساعات قدام التلامذ قدام الطلبه غادي يهينو وغادي يقيس ليه كرامته بغض النظر على هذه كاينه ديال مثلا انا استاذ ما فهمتش ولا الاخر ما كيجاوبكش ديريكتومون كيقول لك لا نشرحوا لك نشرحوا لك ما كاينش المشكل ولكن كيبقى داك المشكل ديال سير حتى من بعد بحال المشكل ديال استاذ بغيت نمشي نشوف ورقتي ولا الاخر تشوف ورقتك علاش ما كاينش المشكل راه كتشوف ورقتك ولكن هنا فين كيستعمل الشطط لان ورقتك كتتبنى واحد الحساسيه ما بينك انت والاستاذ انك باغي تشوف وقتك واش كتشكك في القدرات ديالي انا ما غاديش نحط لك النقطه اللي كتستاهل هنا علاش الطلبه دائما كيفضلوا ما يدخلوش في هذه الحساسيات مع بالنسبه لك لبنى شنو هو المشاكل اللي كنتي عانيتي منها في القرايه ديالك من طرف الاساتذه بطبيعه الحال في لافاك ما كانش عندي مشكل يمكن كان ليفيكتيف الى اخره مي كان الطالب خصو يدير مجهود مضاعف على المجهود اللي كيديرو اي واحد في لو ان سي جي سيتي ان بو بلو كومبليكي كانوا دي كونفلي دانتيغي ما بين صراعات ما بين الاساتذه اللي كانوا تيخلصوهم بالنقاط ديال الطلبه صراعات على بزاف د الحوايج اللي ما غاديش ندخل فيهم انا دابا باسكو هادوك خاصهم حلقه اخرى اللي تيخلصوهم بالطلبه عادي وكاين الاستاذ اللي تيقول لك سير حتى الغاتراباج واجي سافو دير انا قالها لي الاستاذ قال لي سير حتى الغاتراباج واجي واخا كتبت عطاني لا نوت اليميناتوار وفاش طلبت انا باش نقول باش سولته قال لي راه عندك الحق باش تشوف الورقه ديالك فين هي ورقتي الله اعلم ان جور جو دخلت الكونفيرونس لقيت بان ورقتي تيقراها كوم انترفونسيون
دونك هذه كي غندير انا نثبتها. غير واحد المساله لو سمحتي. تفضل استاذ. دونك هذا الظلم. لا غير نوضح واحد القضيه. انا التجربه ديالك الشخصيه ديالي تقدر تكون استثناء. بغيت نتمنى تكون استثناء. لا هو الحالات يمكن تكون ماشي غادي نقول بان ما كايناش. يمكن تكون لا ماشي مساله اثبات الله يخليكم. حنا للاسف الشديد وان نقشوا العلاقه بين الاستاذ الطالب في النقطه ونحصروا في النقطه. هذا خطا. بالحق هذه منظومه. لا هو غير واحد القضيه. هو الاستاذ كيدير تقييم للطالب. مفرد التقييم عنده لي كريتير ديالو عنده مجموعه ديال المؤشرات اللي كيعتمدها الاستاذ باش يدير التقييم ديال الطالب ومن حقه الاسلوب الذي راه مناسبا اسمح لي الله يخليك. من بعد حنا ملي غادي نبداو نناقشوا دابا لان دابا المساله ملي كنقولوا الصفر وماشي من حقه يحط الصفر وكذا شكون اللي عطاه الصلاحيات؟ النقطه هي بين صفر و20 كيمكن له يحط لك صفر ويحط لك 20 هذا القانون. ثاني اكثر من هذا ملي كيعطيك واحد الطالب ورقه خاويه غتقول له هكا واحد ملي كيتفقوا واحد المجموعه كيعطيك ورقه اخرى ويعطيك صفر وكيقول لك الان الطالب كيقول لك انا كنحضر ما تعطينيش الصفر لاني كنحضر عطيني 10 هذه مقايضه حيت حضرت لك عطيني 10 حضرت لك اتونسيون كلمه حضرت لك انا كنحضر لك في الحصص وعطيني 10 هذه مساله غلطه انت ما كتحضرش لي انا انت كتحضر راسك وكتحضر باش تقرا وباش تستافد يعني مساله الطالب ولا احيانا بعض المطالب ديالو غير منطقيه غير منطقيه حنا ما عمرنا في عهدنا حنا كنا كنطالبوا بهذا الشكل الغريب الان لان احيانا ملي كيجي الطالب لا يمكن نخش معك النقطه كنا كناخذوا حنا النقاط اللي هي ربما كنعتبروا بانها ظلم في حقنا ولكن ملي كتشوف الاستاذ وكتجلس معاه وكذا كيقنعك كيمكن انك تكتشف خطاك كتقول انا على جبت 5 كان ممكن نجيب 15 ايوا انا كنت كنتمنى ولكن غير باش نكونوا واضحين انا اعتقد بان النقاش الان ديال الطالب اليوم هذا النظام التعليمي اللي من ربى فيه النقطه لانك خصو يجيب 15 و 18 و 16 والى ربما 19 في البكالوريا وملي كيطلع لافاك هو محمل بانه الهاجس في النقطه عقدة النقطة تربات عنده غير اول صدام المشكل اللي خلق به الاستاذ الطالب هو النقطه النقطه انا اعتقد لو انه حيدنا وغيرنا هذا نظام التقييم انا بالنسبه لي كنقول للطلبه انا ما اكرهش لحظه هي الامتحان لان ما تصوروش بانه العذاب ديال الاستاذ في لحظه الامتحان لانه باش ما تظلمش الناس وباش ما تحسبش كذا انا لو انهم داروا غير الجره هكا ندير واحد المجموعه ديال الناس يجريو ويجيو على الاقل ونعطيهم المبدا واضحه لان حنا في العلوم الانسانيه كنكرفصوا لان ما عندكش لي كريتير احيانا كتكون مزاجيه النقطه كتبقى ذاتيه لا ماشي مزاجيه كنفهموها الله يخليك راه احيانا النقطه لانك كتصح الورقه كتكون لحظه معينه لان الذاتيه كتدخل بغينا ولا كرهنا كتدخل لحظات ديالك انت لان العلوم الانسانيه ماشي دقيقه واحد زائد واحد كتساوي جوج امبوسيبل الا سمحتي الوقت كيزحمنا جمله وغادي نرجع للشباب يعني بالاستاذ الشيء باش قلنا بان العلاقه بين الطالب وبين الاستاذ ما كتخرجش على السياق السوسيو اقتصادي ديال هذا الطرفين باش نختموا هذا الحوار وندوزوا للفقرات اللي مازال تابعينا السي عبد اللطيف في جمله او جوج الى ممكن كيفاش يمكن يرجع وتسود المحبه والتفاهم بين الطرفين أعتقد نحتاج لميثاق أخلاقي يطبق على الجميع طلبة وأساتذة ويجب تغيير العقلية الآن يعني التي أصبحت للأسف الشديد تسود داخل الجامعة بين الطلبة والأساتذة واللي هي بكل الأسف أنها لا تخدم مصلحة الجامعة اليوم. غادي ندوز لواحد المصلحة واحدة أخرى هي 2.0 اللي يفتحها لنا خالد الشريف هادشي كامل من بعد واحد الفاصل فاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم من جديد في الجزء الاول والرئيسي دوينا على التفاهم والعلاقه اللي كاينه بين الاستاذ والطالب كان نقاش ثري بالمعلومات وبالاراء دابا غادي ندوزوا لواحد الموضوع واحد اخر اللي يكون 2.0 واللي يفتتحوا لنا خالد الشريف نتفرجوا في قولوا بوز شد العجب تا هادو باقيين عايشين الحمد لله جات الانترنت هناتنا منهم كما لاحظتم مؤخرا تطور بزاف البارطاج ديال الفيديو في الانترنت ولات الصوره والصوت هي المسيطر الاكبر على هذه الشبكه واش فراسكم بلا 50% ديال المحتوى اللي كيتبارطاجا في الانترنت هما الفيديوهات اذا هذا الارتفاع في الاستهلاك ديال الفيديوهات ادى الارتفاع ديال البرامج اللي منتجه خصيصا باش انها تشاف هذه الشبكه واللي كيميز الاغلبيه ديال هذه البرامج هي انها مديوره من طرف هوات وبوسائل غالبا على قد الحال. السلام عليكم اليوم غنتلاقاو مع الحلقه مالك اخويا التليفون ماشي راجل
واللي شجع الانتشار ديال الفيديوهات على الويب، وبطبيعه الحال الظهور ديال لا دي اس ال، التطور ديال الهواتف النقاله وحتى المواقع ديال التواصل الاجتماعي، ثم الظهور ديال واحد المجموعه ديال المواقع المخصصه في ليبرجمون ديال لي فيديو. وهاد المواقع اللي كلكم كتعرفوها بطبيعه الحال لانكم يوميا كتستعملوها. كيف ما كتعرفوا فاغلب القنوات التلفزيونيه عندنا هي قنوات حكوميه، اذا في البرامج اللي تتنتج في الانترنت شكلت واحد الاعلام موازي، وفي نفس الوقت شكل واحد البوابه جديده للتعبير والابداع، خصوصا ان الاغلبيه ديال هاد البرامج هي برامج شبابيه وموجهه بطبيعه الحال للشباب. وهذا هو السر ديال النجاح والانتشار ديال هاد البرامج. ثم اللي شجع ايضا هاد البرامج على الانترنت هو ان الادوات الخاصه بالتصوير وبالانتاج ولات تقريبا في متناول الجميع، وحتى الجوده طلعت اكثر. وكتلقينا واحد المجموعه ديال الشباب اللي طلونصاو في الانترنت ولا كيتجربوا برامج سواء بشكل فردي او بشكل جماعي. الاكثر من هذا كاينين شباب اللي داروا شركات ديال الانتاج اللي مختصه فقط بانتاج برامج موجهه للانترنت. هنا يصنع اليوتيوب السعودي صاحي، واسم هذه القناه التي يعمل من خلالها شباب بامكانات ليست بالبسيطه وبرؤوس اموال جيده. صاحي تمتاز برامجها بجرأة كبيرة ولا يعرف مسؤولها الكبار حدا للخطوط الحمراء كما يقولون. غير السؤال اللي ربما كطرحوه كلكم، واش الانترنت غادي تقتل التلفزيون؟ هو في الصراحة كاين واحد المنافسة، وكنا كنعرفوا ان كاين واحد الهجرة ديال الجمهور من التلفزيون للانترنت، ولكن هذا ما كيعنيش ان التلفزيون غادي يختفي مرة، مستحيل، لانه من قبل قلنا فاش جا التلفزيون الراديو غادي يختفي، وكيما شي هادشي اللي وقع، الراديو باقي حاضر حتى لدابا، اذا هادشي اللي غادي يوقع، التلفزيون غيبقى حاضر والجمهور ديالي ايضا، بل اللي وقع مؤخرا هو ولا واحد التكامل ما بين التلفزيون والبرامج ديال الانترنت، والدليل ان مجموعة ديال البرامج اللي نجحت في الانترنت شرات من بعد من طرف التلفزيونات، مثلا برنامج سانكتواري في الولايات المتحدة الامريكية، او برنامج اللي كلكم كتعرفوا برنامج البرنامج في دولة مصر العربية، ثم ما نساوش الظهور ديال ما يسمى بالويب تيفي، وهي قنوات تلفزيونية ولكن كتعرض فقط في الانترنت، واول ويب تيفي ظهرت سنة 1993 من بعد الاختراع ديال ستريمين من طرف شركة جيل. ومنذ ذلك الحين ظهرت مجموعة كبيرة ديال القنوات الويب تيفي، فالجرائد ولاو عندها الويب تيفي ديالها، مدارس، الجامعات ولات عندهم الويب تيفي ديالهم، بل حتى الوزارات ولات عندهم ويب تيفي ديالهم، بقاو غير المقاطعات هاد الساعة اللي ما عندهمش ويب تيفي. تخيلوا معايا هاد القضية. السلام عليكم، معكم المقدم ديالكم في المقدم تيفي. كتشكى وكتقول ما كتلقاونيش، دابا غتولي تلقاوني 24 ساعة على 24 ساعة في الدار، غير شعل البيسي ديالك. وفي المغرب كاين واحد المجموعه لا باس بها ديال الويب تيفي، واللي قدرت انها دير بلاصتها وتستقطب حتى هي واحد الجمهور لا باس به، ومن بين البرامج اللي كتعرف واحد الانتشار كبير على الانترنت مثلا البرامج ديال لي كيك، ثم كاينين البرامج الكوميديه اللي كتستقطب واحد الجمهور كبير بحال مثلا لي بودكاست. ودابا عاد نشدو معايا السون، بلادنا زويله. ثم كاينين ايضا البرامج الحواريه، يعني فكره ما كتبنيش الفكره ديالك على شنو خص يكون طبقا شنو كاين، كتقول شنو خص يكون بناء على شنو خص يكون، وبالطبع كتاخذ بعين الاعتبار اشنو كاين. ثم كتبقى اهم البرامج اللي كتعرف واحد الانتشار كبير على الانترنت، وهما لي ميك خوت خوتوار ولا اللي كنسميهم لي روبورتاج ويب. وانا شخصيا هاد لي روبورتاج كيساليو معايا، لان الاغلبيه ديال هاد لي روبورتاج ويب ولا لي ميك خوت خوتوار كتلقى فيهم غير الكوارث. بحال الا قال لها بحال كان دايزه شي بنت وقال لها تبارك الله الحمد، لان الحب خلق الذكر والانثى. قولوا البحر ديال عين دياب كيخرج العيالات. راه في عيد الامراء وين ما فين غتكون عيد الامراء؟ هنا في الدار البيضاء هنا في كازا. خمس سنين مع الاشغال الشاقه. لان الفاشات عندنا ماشي سهل، يجب حفاظ عليها. علام هاد الناس والله. وقولوا باز وصافي، نتلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله. اوي تبارك الله على خالد وفقره قولوا باز، تبارك الله عليه. شنو بالك في الموضوع لبنى؟ شنو الراي ديالك في الويب اميسيون؟ كاين اللي مهمين وكاين اللي غير صالحين للمجتمع، مضرين بصح غير متناول الجميع، غير في متناول الجميع ولا يصلح للجميع. انا كيبان لي ان هذاك الويب شي حاجه اللي هي اختياريه، غادي تعزل اللي انت شنو باغي تتفرج، يعني راه كيتلونسا كل شيء ككتله وانت كدير انتقاء ديالك، انتقاء على حساب لي زانتيغي ديالك اللي باغي تفرج فيه. وكاين بعض الاحيان حنا كنتفرجوا في شي حوايج اللي واخا ما كنكونوش حنا باغيين نتفرجوا فيهم، ولكن حيت الناس تاثروا بهم، يعني في جميع الاحوال راه كياثروا هاد الفيديوهات وهاد الناس اللي ولاو كيديروا دي بودكاست وهذا الشيء كامل راه ولا كيأثر. واش في مصلحه المتفرج 2.0 يعني المستعمل ديال الانترنت، في مصلحته ان هذاك اللي كيقوم بالاعداد وانجاز هذاك البرنامج الرقمي انه ما يكونش عنده كاع رئيس تحرير، فاذا به هو حر يقول شنو ما بغى.
واش هذه حاجه ايجابيه صحيه او لا؟ بالتاكيد بالتاكيد حاجه ايجابيه. كتعطيه حريه، كتعطيه حريه، كتعطيه ممارسه ديال الحريه ديالو بشكل جميل، انه ما غاديش يتقيد بشي حاجه، ان الواقع كيف ما هو كيعيشو كيف ما هو كيحسو غادي يوصلو. هنا كيبان لينا الجماليه ديال هاد لي فيديو، ما كاينش مكياج كما كنشوفو في التلفزيون المغربي بين قوسين، ما كنشوفو كيف ما كنشوفو فيه، كنشوفو فيه بزاف د المكياج. الحاجه اللي زوينه هو ان هاد البرامج ما كاينش فيها المكياج، ما كاينش فيها المكياج، وكيف ما كاين كيف ما كيحس كيف ما هو باغي داكشي يدوز كيف ما كيدوز، يعني ما كاينش ياك اليوم بعدا في هذا الحوار ما كانش المكياج من غير هذاك اللي اكيد. سي عبد اللطيف الراي ديالك في الواد الناس. انا كنختلف مع حق عجبتني التنهيده لان هذا كنهضروا الان على المدونه الالكترونيه، كنهضروا على انه اليوم هذه البرامج بدات كتمس الاعراض ديال الناس، وخطير في الامر ولا فيها المساومه. كنعرفوا بان واحد العدد ديال الناس ولاو يساوموا، ولات مصدر ديال الارتزاق لبعض للاسف الشباب اللي فشل في واحد العدد ديال الحويجات، وصاب هذه وسيله باش يكتب على الناس، يجيب اشياء ربما على الفتيات، على فوضعيات كذا، يهضر على واحد الموضوعات الى غير ذلك، يهضر على اشخاص بعينهم وبذواتهم ويساومهم. واعتقد بان هنا هذه المساله الحريه لها حدود، حريتك تنتهي عندما تبدا حريه الاخرين. وبالتالي اعتقد بانه الان المغرب راه يعني بدا يفكر في مدونه الكترونيه اللي ما يمكنش، لانه ولا صحفي ولا عنده تاثير ملي كيشوف 400,000 ومليون ديال البشر، يعني ولا مؤثر. تصور انه غادي يتناول واحد الشخصيه اكس معروفه في المجتمع ويبدا عليها بالسبان، هذه مساله غير مقبوله، ولا اعتقد بان هنا فيها حريه. حريه عندما يتعلق الامر بابداع بتمثيل، وابداع ايضا اللي ما غيخدش المشاهد، اللي ما غيأثرش على صوره المشاهد. يعني خصنا هنا نميزوا بين الاشياء ما يجب ان يكون وما لا يجب ان يكون. يكون المشاهد ذكي يعني بطبيعه الحال حنا هذه الاشياء ما يمكن نسمحوا بها تدوز الا كانت كتاثر على واحد المجموعه ديال الوضعيات اللي حنا ولينا كنعرفوها الان. العدد ديال الدعاوي الان اللي كاينه في القضاء المغربي بدات كتكاثر سنه على اخرى نتيجه هذه الاوضاع هذه. ولكن كاين كاين الكاليتي عاوتاني في هذه البرامج، ماشي غير بطبيعه الحال كاين اشياء اللي هي ايجابيه ونحن نشجعها، ولكن كاين اشياء اللي هي سلبيه ايضا واللي ما خصهاش تستمر، يعني خصها نوضعوا لها حد. عفاك اسمح لي، بغيت بعجاله بغيت عين تدخل. واش المشكل ديال المدونه الالكترونيه الناس اللي كيتاثروا، الناس اللي هما مفيزينهم اللي مفيزينهم، فين هو المشكل؟ فين هو المشكل؟ يعني إلا جينا نهضروا على حرية صحفية، أنا غادي نعبر أنا هذاك الشخص كيفاش كيبان لي أنا، حريتي هذه. لا ولكن ما كاينش معيور عاوتاني ولا لا ماشي معيور، لا أكيد ما غاديش نعبر. حريتي أنا غادي نمشي أنا نتناولك أنت بالسب والقذف ونقول لك درتي وفعلتي وطرتي وإلى غير ذلك، هذه ماشي حرية. هذا نولى وغادي نشهر بك يشوفك الملايين الأشخاص وغنولي أنا الحرية. أنا إلكترونية يعني راه كنحد صافي كنتخذ قرار صارم في مجموعة ديال الأشياء اللي حنا ما عارفينش حتى المضمون ديالها. غير ما نقيسوش بالقيم وصافي، الكلمة لك ياسر. بالنسبة لي أنا يعني كنشوف بأن هاد الويب تي في هما يعني كيعكسوا الواقع، يعني أنه أي واحد كيدير شي حاجة إنما كيديرها من الواقع ديالو. ما كنتفقش مع شيماء ومع أشخاص أخرين، نبدا بشيماء هي الأولى، هو أنه شيماء ما كنتفقش معها لأنها قالت بأنه يعني أي واحد كيدير شي حاجة وحنا كنختاروا. يمكن حنا في هذا لاج يمكن واحد اللي هو واعي كيختار، ولكن مادام انه يعني هذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب يعني في المتناول ديال الجميع، وكما كنعرفوا بانه يعني هذوك الفيديو اللي كيحصلوا على بزاف ديال الفيو كيطلعوا لنا هما الاولين في اليوتيوب. راه اول يعني الدري ديال 14 عام ولا ديال 15 عام ما كيقدرش يميز، اون فوا غيدخل اليوتيوب اول حاجه غيلقاها غيدخل لها، يعني انه من هنا غيبقى يتبع افكار سلاح ذو حدين. تمام، نكمل يعني الناس الاخرين اللي ما متفقش معاهم، يعني شيماء هي الاولى، والناس الاخرين هو انه ما كنتفقش بزاف مع هذوك الناس اللي كيستغلوا السذاجه ديال الاشخاص وكيمشيو كيديروا معاهم ميكرو توتوار وكياخذوا داك الشيء اللي كيديروا وكيلوحوه للناس باش انهم يضحكوا عليهم. واش من بعد واش شفنا الحياه ديال هاد الاشخاص هذو اللي غير نكمل حتى انا ما متفقش، واش شفنا الحياه ديال هاد الاشخاص هذو كي ولات يعني من بعد يمكن تكون حياتها عاديه مسار عادي ما قاريش او لا يعني قاري عنده واحد المحدوديه في التعلم ديالو، يعني من مورا ذاك الفيديو واش شفنا الحياه ديالو كي وصلت الفكره. شكرا لك ياسين، شكرا لك استاذ عبد اللطيف كيداي، شكرا اللي جيتي معنا، شكرا لك شيماء بالتوفيق في المسيره الدراسيه ديالك، ولبنى شكرا جزيلا اللي شاركتي معنا الاراء ديالك، شكرا لطاقم البرنامج الفني والتقني، الجمهور اللي حاضر معنا، الجمهور اللي كيتفرج فينا، شكرا بزاف اللي كتبعوا كل سيمانه جينيراسيون نيوز. نتلاقاو السيمانه الجايه واحد الموضوع زوين بزاف يكون هو اللي تكتشفوه السيمانه الجايه، ومن هنا السيمانه الجايه بيناتنا جينيراسيون نيوز.